يقول: هل هذا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ نعم، حديث بلا شك. نعم، معناه أن من يريد الجنة يبر بوالدته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، من أدرك أحد أبويه، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين، قل جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.